بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمتنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وآله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم، ثبت الله نياتكم. كن ضابطا للانفعالات، كن ضابطا لانفعالاتك أيها الإنسان، إنك مملوء بالانفعالات. ستتفاعل وستتفاعل فيك الانفعالات شغالة، من حب وكره، من غضب ورضا، من جزع وسخط، من حزن وفرح، إلى غير ذلك. وستبقى هذه الانفعالات فيك بحكم بشريتك، والمطلوب منك أن تحكم إدارتها، والمطلوب منك أن تحكم إدارتها. فالانفعالات فيك، فيك لأنك ابن آدم. نبينا الهادي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن هذا السر، وقال في حديث غريب عجيب، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، على قدر الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود والحزن والسهل والخبيث والطيب صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام خلق من قطع مكررة كثيرة من الأرض كلها، وجاء الناس على هذا الحال، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود والحزن المرتفع والسهل والخبيث والطيب، حسب أنواع التربة التي رفعت وبمشيئة الله وحكمته، وخلق منها آدم عليه السلام. فالانفعالات فيك، فيك الانفعالات خلقه. ولما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاء مرارا وتكرارا يسأل ويريد الوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ليس معنى هذا أن لا يغضب أبدا، لأن المؤمن مطالب بالغضب لله سبحانه وتعالى، إنما المقصود أن يحكم الغضب، أن يحكم أين وأي متى وأن له أن يخرج ذلك الغضب. لا تغضب. لماذا نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن الغضب؟ لأن الإنسان تظهر حقيقته عند غضبه، لأن المشاكل تكبر وتعظم بالغضب. كثير من المشاكل تكاد تقول إن نسبة المشاكل بنسبة 100% التي كانت صغيرة وكبرت سببها أنه دخلها الغضب. يدخل الغضب في قلب الإنسان في مشكلة صغيرة فتكبر بسبب الغضب، لأن الغضب يصدر من الإنسان قرارات خاطئة غالبا ما يندم عليها مستقبلا. فالحقيقة الإنسان تظهر عند غضبه، وهذه مشكلة كبيرة. تظهر حقيقتك عند غضبك، حقيقتك تظهر عند غضبك. كان أحد الحكماء جاءه رجل فمدحه في وجهه، فقال: مهلا يا أخي، مهلا يا أخي، هل أغضبتني فوجدتني حليما لأستحق البتح؟ قال: لا. قال: هل سافرت معي فوجدتني حسن الأخلاق؟ قال: لا. قال: هل ائتمنتني على أمانة فوجدتني أمينا؟ قال: لا. قال: إذن أنا لا أستحق المدح. لا تمدح أحدا إلا إذا جربته عند الغضب فكان حليما، وإذا سافرت معه فكان حسن الخلق، وإذا ائتمنته على أمانة أداها، لأن حقيقة الإنسان تظهر عند الغضب. لذلك جاءت الآيات الكريمة تروض النفس، تروض النفس على السيطرة على الأحصاب، على السيطرة على التحكم بالنفس، على التحكم بالمشاعر، على التحكم بالانفعالات. الانفعالات قد
تقلب الموازين. الانفعالات قد تجعل الإنسان الغني فقيرا، أي فقيرا بالحال، فقيرا بالمحبة، فقيرا بالود. الانفعال يحكم الإنسان، فإذا ما أحكم الإنسان الانفعالات كان هو الحاكم لهم. لهذا جاء القرآن الكريم يروض الإنسان على أن يصبر، على أن يكتم، على أن يكظم غيظه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كتم الغيظ، السيطرة على الانفعالات، كظم الغيظ، السيطرة على الانفعالات، حتى يستطيع بذلك أن يدير شؤون حياته. هناك كان ملك أمير اسمه بجكم. بجكم أرسل رسالة إلى طبيب العرب سنان بن ثابت، يقول له فيها: أريدك أيها الطبيب أن تكتب لي ما هو أنفع لي بدنيا، يعني الوصفة الطبية، الوصايا الطبية الصحية، وأريدك لأمر ثان هو أهم من الأمر الأول، وهو أريد منك أن تصف لي وصفا يقلل من الغضب، فإنني طالما غضبت فأتسرع بالحكم فأصدر أوامر أحيانا بالقتل ثم بعد ذلك أندم عليها، وإنها لمشكلة لدي وهم. فكتب له سنان بن ثابت طبيب العرب، قال له: أيها الأمير، إنك اليوم لك يد ليس لأحد يد فوق يدك، وإنك قادر على أن تمضي كل قرار تريد، وإنك تستطيع فعل ما تشتهي، لكن اعلم أن الغضب، وهنا دقق، واعلم أن الغضب يحدث في الإنسان سكرا أشد من سكر الخمر، واعلم أن الغضب يحدث في الإنسان سكرا أشد من سكر الخمر، فإذا ما غضبت فأجل العقوبة إلى الغد حتى تسكن فورة غضبك. وقد قالوا قديما: أنصح الناس من استدبر ليله واستقبل نهاره. ثم قال له: واعلم أن الله تعالى رقيب عليك وأن ملائكته حضور، فعود نفسك على ألا تغضب، فعود نفسك على ألا تغضب، وإذا غضبت فأخر العقوبة. هذه هي الوصية الذهبية لكل أحد. بيوتنا ملأة بالغضب، بالحزن، بالفراق، والسبب ساعة غضب، والسبب عدم التحكم بالانفعالات. اضبط انفعالاتك وتأسى بالكرام. انظر وتأمل معي في هذه الحادثة مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. جاءه رجل فقال لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، لقد رأيتك يختصم عندك خصمان، أحدهما يحبك حبا يستطيع به أن يفديك بنفسه، والآخر لا يتمنى لك الخير، فيجلسان عندك، فإذا كان الحق عند ذلك الذي لا يتمنى لك الخير قضيت له به، ولم تفضل ذلك الذي يفديك بنفسه على هذا الذي لا يتمنى لك الخير، فلماذا يا أمير المؤمنين؟ فقال له سيدنا علي كلمات قليلات موجزات في منتهى الأهمية، قال له: لأن هذا الأمر لله وليس لي، لأن هذا الأمر لله وليس لي. استمد ذلك من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. اعدل، اضبط انفعالاتك. أحد الناس كان على خصام مع رجل آخر، فجاء قوم إليه فقالوا له: جئنا نسألك عن فلان، فقد خطب ابنتنا وإنا لنثق بك، فإن أعطيتنا موافقة، وإن زكيته لنا، وإن أرشدتنا إليه، وإن وافقت عليه أعطيناه ابنتنا، وإلا سنعود ونرفض. فقال لهم: والله إن بيني وبين فلان خصومة، ولكنه رجل يستحق أن يزوج. قالها بإنصاف، وكان بالإمكان أن يكسر به، وكان بالإمكان أن يطعن به. أحد الناس كان يجري عطاء للناس، فتكلم أحد الذين يأخذون العطاء على هذا الرجل، فلما جاء منتهى الشهر
كتب ابنه أسماء الذين يتقاضون الراتب من أبيهم، فرفع اسم ذلك الرجل، فقال أبوه لولده: أين اسم فلان؟ قال: يا أبتاه، لقد أغضبك فرفعت اسمه فلا يستحق أن يأخذ العطاء منك. فقال له: يا بني نحن نعطي لله، أعد هذا الاسم، نحن نعطي لله. يتحكمون بالانفعالات، كلامنا كان اليوم عن الانفعالات، وهي أمر في الإنسان، طلب من المسلم أن يضبط تلك الانفعالات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ختاما: خير الزمان زمان أنت سيده، يا خير من نزل الدنيا ومن رحل، بعث بالحق والإسلام تاركنا، على المحجة لا زيغ ولا ضلل، صلى عليك إله الكون ما نبضت بك القلوب وما اشتاقت لك المقل، صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.